بيان إلى الرأي العام. بداية ننحني إجلالا وإكراما لجميع شهداء مجازر شنقال التي تعرض لها المجتمع اليزيدي في شنقال بهدف ضرب وإنهاء الإرث الثقافي والتاريخي للمجتمع اليزيدي ومحوه من الوجود أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي ما زال صامتا حيال مجرمي ومنفذي هذه المجازر البشرية المروعة. لم تتوانى دولة الاحتلال التركي الفاشية لحظة واحدة عن سياستها القذرة الداعمة للإرهاب بشكل علني واستمرارها بارتكاب المجازر المتكررة بحق المدنيين العزل، ولا زالت تقوم بشن قراراتها العدائية الإرهابية عبر طائراتها المسيرة ضد إرادة مجتمعنا الإزيدي في شنقال، مرتكبة مجازر جديدة ضد المدنيين العزل. وقد أثبتت حكومة العدالة والتنمية الإرهابية من خلال توسيع نطاق حربها مسخرة كافة إمكانياتها لمعاداة إرادة الشعوب إن هذه الهجمات تعد استمراراً لهجمات داعش على شنقال والإبادة الجماعية بحق أهلنا الذين عانوا الويلات من كل الإبادات والفرمانات التي شرعنت قتلهم. إن هدف الدولة التركية هو تمرير مخططاتها الاحتلالية لمحاصرة المشروع الديمقراطي الذي تتبناه شعوب ومكونات شمال شرق سوريا، والسلم والأمن بين الشعوب الذي تكون من خلال تبنيهم للمقاومة ومشروع الأمة الديمقراطية. إننا في الإدارة الذاتية ناحية تل حميس ندين ونستنكر الهجمات التركية على أهلنا في شنقال، وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف الهجمات التركية بحق أهلنا، ونؤكد وقوفنا إلى جانب شعب شنقال وإرادته الحرة بتقرير مصيره. وفي الختام ننادي بضرورة احترام إرادة وقرارات اليزيديين ونؤكد دعمنا لهم في هذا الإطار، مع ضرورة اعتبار الآلاف الذين قضوا على يد مرتزقة داعش ضحايا أبرياء تعرضوا لإبادة جماعية كان لتركيا الدور الأكبر فيها. ونؤكد أيضا بأن عدم احترام إرادة وهوية اليزيديين في شنقال وعدم السماح لهم بتنظيم ذاتهم سيكون بداية لإبادة جديدة كسائر الإبادات السابقة التي تعرض لها اليزيديين على مدى